تتركز أولويات دولة قطر بالمحافظة على البيئة من خلال إصدار القوانين والتشريعات لكافة الأنشطة الحكومية والخاصة لتحقيق التوازن بين المتطلبات التنموية من جهة والمحافظة على الموارد الطبيعية من جهة أخرى للوصول إلى التنمية المستدامة. وقد حرصت وزارة البيئة على العمل في تطوير برامج توعوية وتثقيفية وبناء القدرات اللازمة لمعرفة الممارسات السليمة لحماية البيئة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والحفاظ على التنوع الحيوي. ولضمان مراعاة القوانين الصادرة وللالتزام بتنفيذ استراتيجيات الوزارة، أصبح من الضروري جداً إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيئة لمواجهة التحديات البيئية للتلوث والاحتباس الحراري والتغير المناخي والأمن المائي والتنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري. وتقاس نتائج الاستراتيجية من خلال 23 مؤشر أداء رئيسي، ويتم تحقيقها من خلال 25 مبادرة و86 مشروع. يأتي شعار بيئتنا إرث وطننا هذا العام ليؤكد على رؤية الوزارة تجاه الصلة الوثيقة التي تربط البيئة بموروثنا الثقافي والحضاري والذي يمتد لما سننقله للأجيال القادمة. فإننا نؤكد على استمرار الوزارة في القيام بواجباتها للحفاظ على البيئة القطرية بالتعاون مع جميع أجهزة ووزارات الدولة، واضعة على رأس أولوياتها تحقيق سلامة وصحة ورخاء كل من يعيش على أرض قطر.